بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة الشارع الواحات كله كان بيتكلم على موضوع إنشاء مصنع الأكسجين في الداخلة. طبعا هو ضرورة ملحة دلوقتي إن احنا يبقى عندنا مصنع. الحالات يعني بتحتاج أكسجين كتير جدا طبعا، ودي بقى ضرورة جدا جدا جدا. المهندس محمد حامد رشدي واحد من الناس اللي أثاروا الموضوع ده على السوشيال ميديا، وقال لازم يا اخوانا ضروري يبقى في مصنع أكسجين. النهارده بس مباشر مع الباشمهندس محمد حامد، الراجل المحترم يعني اللي واقف معانا، واقف مع الجمعيات بيوفر أي أجهزة توليد أكسجين، اسطوانات اسطوانات كمان. أهو اخوانا مش دعاية بس اسطوانات يعني. تمام بسم الله باشمهندس. الرحمن الرحيم. الحمد لله، من بعد الفطار كده وكمية مكالمات بتتصل بتبارك لي، بتقول لي ألف ألف مبروك على المشروع وفكرة ممتازة وكلمات تشجيع حلوة جدا، وفرحانين بالمشروع. اللي مش عارفينه الناس إن المشروع ده إحنا شغالين فيه من أكتر من سنة، ماشيين في الإجراءات دي من قبل الموجة الأولانية بتاعة كورونا، وإحنا عارفين بأهمية الأكسجين جوه مركز الدخلة، وإن ما ينفعش حاجة زي الأكسجين ده عصب يستنى إن إحنا ناخده من بره. لوحدينا دلوقتي. تمام. خدنا خطوات، عملنا دراسات فنية، كلمنا شركات، شفنا مصانع بره المحافظة بتشتغل إزاي. أنا مهندس أجهزة طبية، فدارس يعني إيه هولد الأكسجين وإيه الطرق اللي أنا هقدر أوفر بيها الأكسجين. اللي الناس مش عارفاه إن في مصانع بتعبي أكسجين وفي مصانع بتكثف الاكسجين اللي موجود في الجو، يعني في مصانع بتستنى الاكسجين السائل اللي يجي لها من بره وتبدا تعبيه في اسطوانات، وفي مصانع بتخلق الاكسجين جوه المحافظه نفسها، يعني هي بيبقى عندها اكتفاء ذاتي، وده اللي احنا فكرنا نعمله، بحيث ان احنا من بعد المسافه عن اي محافظه تاني بيخليك ان انت لازم تبقى مكتفي بنفسك، مقبول على نفسك ان انت تعرف توفر يعني. كل حاجه. حضرتك يا باشمهندس عايز تقول للناس ان انت بدات تاخد خطوه فعليه في خطوه الموضوع، فعليه مش لان مجرد فكره طرحتوها بس. الناس اللي بتبارك لي النهارده وبتقول لي الف الف مبروك والدنيا تمام وخدت الموافقه على المشروع، يا فندم انا واخد موافقه على المشروع من صندوق الاستثمار وخدت تخصيص الارض ومعايا الرخصه ورمينا الاساسات، يعني انا دلوقتي حتى المخاطبات بتاعت الشركات الصيني احنا خاطبناهم، بعتوا لنا الكوتيشن بتاع خطوط الانتاج باسعارها. كل حاجه دلوقتي واقفه على التمويل. التمويل يا جماعه الموضوع سهل جدا، ان واحد بس يشيله بس الموضوع ده هيفتح باب رزق كبير لناس كتيره جدا لو احنا قدرنا كاهل الدخله نتكاتف مع بعض. المشروع مش مشروع فردي ومش مشروع استثماري من الدرجه الاولى، ده مشروع خدمي ومشروع حيوي، والاكسجين مش سلعه هتتباع وتتشري، دي سلعه حياه او موت. يعني يا باشمهندس خليني اكد على كلام حضرتك، النهارده في ارض متخصصه في للمشروع. ارض 2000 متر موجوده تبع هيئه الاستثمار في المدينه الصناعيه متخصصه لمصنع اكسجين، رخصها خلصانه. ادي محضر تسليم الارض ودي الرخصه بتاعه المصنع. اخوانا معلش سامحوني بقى، يعني ايه خلوني امارس العمل زي ما بيقولوا كده حصريا. باشمهندس محمد حامد رشدي حاصل على رخصه لانشاء اول مصنع مصنع اكسجين اكسجين في في الداخلة. الداخله، وبنى الاساسيات بتاعه المصنع. الفكره مش فكره وبس، لا الراجل خد الاكشن، خد الفعل، مش مجرد فكره بنقولها في الهواء، لا ده الراجل بيقول ان هو خاطب الشركات في الصين وعنده عروض اسعار ورمى الاساسيات وبدا في المشروع بالفعل، بس ينقصه التمويل. التمويل احنا دلوقتي في اكتر من خط انتاج، خطوط الانتاج اللي احنا كنا بنفكر ان احنا نجيبها قبل ازمه الكورونا تختلف كليا عن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. المستشفى اللي كانت بتستهلك مثلا 100 اسطوانه دلوقتي بقت تستهلك 400 اسطوانه، فخط الانتاج اللي ما كنتش هتجيبه ويكفي يبقى بلاش منه احسن. فاحنا دلوقتي المقايسه اللي كنا حاطينها على الاستهلاك بتاع زمان مش هينفع نعملها دلوقتي، محتاجه راس مال كبير. وكل الناس اللي بتخش، معلش اعذروني يعني، اللي بتخش على الفيس وتقول لي هو المشروع يكلف كام، احنا مش قاعدين يعني قاعدين قعده عرب وقالوا لي يا جماعه المشروع ده هيكلف 100,000، المشروع ده هيكلف مليون، في دراسه جدوى معموله وفي شركات مخاطبينها وكل حاجه موجوده، بس محتاجين الجديه. مش كل واحد هيخش على الماسنجر يقول لي يا باشمهندس انت عايز كام، اقول له لا هات لي مليون هيضرب ايده في جيبه ويدوني. الموضوع محتاج محاسب قانوني، محتاج محاسبين، محامين طبعا، عايزين فكرة كويسة. لو الموضوع هنخليه أسهم بينا أنا شباب دفعتي، لو إحنا وقفنا وقفة رجالة إحنا ممكن نقوم بيها، لو عملناها أسهم هنقدر نقوم بيها. لو في مستثمر عارف أهمية المشروع ده وإن الموضوع ده حياة أو موت بالنسبة لأهل الدخلة يخش يقول أنا موجود وكل الورق، أنا كل ورقة موجودة. زي دراسة الجدوى أهي، الدراسة الفنية تمام عاملها مكتب استشاري، وعلى الأساس ده
هيئه الاستثمار وقفت وديتنا الارض، يعني مش شغل في الهواء. طيب يعني برضو خلينا ناكد الكلام ده كله تاني، باشمهندس محمد حامد رشدي الراجل صاحب فكره انشاء مصنع اكسجين في الدخله علشان الحالات اللي موجوده وعشان ننقذ اهلنا المرضى. احنا مش هنبدا من الصفر، احنا عدينا الصفر بمراحل، احنا ناقصنا يعني انا الشركه الصينيه اللي انا كلمتها يا باشمهندس انت من اول ما هتدفع اول دفعه من ثمن المصنع هيبدا خط الانتاج يتجهز خلال 3 شهور ويتورد لك سواء في ميناء السخنه او في ميناء اسكندريه. احنا وصلنا للمرحله دي. تمام، يعني الموضوع كله يا اخوانا دلوقتي واقف على التمويل مش اكتر، وان شاء الله ان شاء الله يعني الباشمهندس هيشوف الطريقه اللي يقدر يجمع بيها الفلوس، الطريقه القانونيه المعتبره طبعا علشان الناس تضمن حقها، وهيبقى في ورق ويبقى في عقود، لو في مستثمر خير وبركه، لو هيقسمها ان شاء الله، وانا اتمنى ان هي تبقى اسهم عشان اهل الدخله كلهم يشاركوا فيها بامانه. احنا دلوقتي يا اخوانا الاكسجين زمان كنا بنقول ان الهواء ما بيتباعش، لا الهواء دلوقتي بيتباع، وممكن لو واحد ما لحقش الاكسجين يموت. معانا الدكتور محمد فوزي حموده بيقول انا اول واحد اشارك باسهم معاك استاذ محمد. طبعا الناس كلها بسم الله ما شاء الله حابه الموضوع وحابه ان هي تساهم. الطبي عارف ان الموضوع حيوي جدا ومربح جدا، واللي محتاج وجدين وعايز يجي يعين الاساسات وعين الارض في المدينه الصناعيه انا تحت امره، بس احنا محتاجين جديه يا جماعه. انا معلش كميه التليفونات اللي جات اللي بتقول لي الف مبروك شعور كويس وشعور جميل منهم ان هم متعاونين مع الموضوع، بس يا جماعه احنا مش بادئين النهارده او مش لسه واخدين موافقه النهارده، احنا واخدين الموافقه دي من زمان وخصصنا وبنينا اساسات، احنا عايزين نشتري المودل. تمام، يبقى احنا كده الحمد لله احنا في اجراءات شغاله، نقول مبروك لاهالي الدخله، بس نفسنا مبروك دي لما نطلع اول اسطوانه اكسجين في الدخلة، لما نقول مبروك واحنا واقفين وسيادة المحافظ بيفتتح المصنع واهلنا في الدخلة اللي عندهم نقص اكسجين ولا حد بيموت عشان اكسجين عالي او وطي عليه، لا احنا عايزين النقطة اللي ناقصة عندنا دي نكملها. طبعا بيقولوا الموضوع اتأخر، هو فعلا اتأخر بس هو بياخد وقت عشان الاجراءات. سهل جدا كنت استسهل وان انا اقول يا جماعة انا هعمل مصنع واجيب تانك واستنى مثلا عربية من اسيوط تجيب لي اكسجين سائل اعبي اوزع في اسطوانات، بس انا خدت الخطوه الاصعب وانا عايز اصنع الاكسجين جوه الوادي. درجه نقاء الهواء عندنا عاليه جدا الحمد لله يا رب، وكفيله ان هي تخلينا اطلع اكسجين ببيورتي عاليه جدا. يعني باشمهندس احنا بنضم صوتنا لصوتك طبعا، والناس في الشارع طبعا متفاعله جدا جدا مع الموضوع، لان كل بيت دلوقتي معلش انا مش هقدر اروح اشتري، او اي حد لا قدر الله مش هيقدر يروح يشتري جهاز او مولد ب 15000 اللي هو اقل حاجه طبعا علشان يوفر اكسجين، لكن يقدر يشتري اسطوانه ويجي يبدل من المصنع، هتبقى ارخص من ان هو يروح يجيب من الخارجه ويجي او يجيب من الصين. يعني طبعا ربنا ييسر، وطبعا ده هتوفر للمستشفى في اسرع وقت، بدل ما العربيه تروح الخارجه او تروح اسيوط او نستنى اي عجز، لا هنلحق اهلنا باذن الله. اتمنى ان احنا ناخد اجراءات القانونيه بحيث ان لو في مستثمر بكره الصبح قال لك انا معاك ناخد الاكشن على طول. احنا بنضم صوتنا لصوتك وبنشكرك على الفكره ان انت بتفكر خارج الصندوق، رضاك عايز تعمل مصنع متكامل في الدخله باذن الله بالامكانيات الكامله. اهلي يشاركونا، يعني انا كملت في الموضوع بس وصلت لمرحله ان احنا هنبدا نتكلم في خطوط انتاج كبيره، لا لازم حد يجي يسند معانا. احنا بنضم صوتنا لصوتك، اهل الخير موجودين ان شاء الله، اصحاب رؤوس الاموال موجودين، الشباب، وانا بضم صوتي لصوتك طبعا، الدفعه بتاعتنا كلها ان شاء الله ان شاء الله هتشارك. اتمنى انك تبدا تاخد الاجراء ان هو يبقى اسهم عشان الناس كلها مستعده للموضوع ده. يوم يسر ان شاء الله. ان شاء الله انا اشكرك جدا واتمنى لك كل التوفيق يا باشمهندس. يا رب. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.